ان شاء الله نهاركم مزين. صباح النور، تحيه طيبه لكم اللي كنتوا تسمعوا فينا على موجة راديو كابا فام. هذه الكابوتشينو لليوم 12 سبتمبر 2024، الخميس، نهايه العطله الصغيرات، تقريبا 3 ايام يعني، ومسك ايه 3 ايام هذوكم يعملوا الفرق، يعوضوا عطله كامله بالنسبه للتلميذ. لكن النهايات نتاع العطله او اواخر العطله، الختام مسك باتم معنى الكلمه اللي باش نحتفلوا فيها طبعا بالمولد النبوي الشريف. نختم العطله نتاعنا وان شاء الله تكون انطلاقه موفقه ان شاء الله يا ربي لكافه صغيراتنا وللاطار التربوي. سيد خلنا احنا ديجا توا في التيام والمود نتاع القرايه، اكيد جدا باش نواكبوا معاكم العوده المدرسيه والاحتفال ايضا بالمولد النبوي الشريف اللي هو المناسبه الاولى والمناسبه الاقدس بالنسبه لنا كمسلمين. سينو هذه الكابوتشينو بتاعنا لليوم حاضره معاكم بفقراتها، مش نرجعوا نعملوا قراءه، اكيد جدا القراءه السياسيه لازمه في التعيينات الاخيره في سلك الولايات. تعملنا قراءه فحول يعني السي في نتاع الولايات، التوجه اللي مشى فيه الرئيس قيس سعيد حول التغيير الشامل واعطاء روح جديده لحكومه جديده ايضا. مش نعملوا القراءه السياسيه اليوم وما معنى التكنوقراط وشو المقصود بالتكنوقراط اليوم في سلك الولايات، اللي المصطلح هذا اللي تناولناه 13 سنوات وحكومات كانت من جمله هذه حكومه التكنوقراط نتاع مهدي جمعه كانت تفكروها في علاقه شو الفرق اليوم ما بين المنصب السياسي للوالي وبين التكنوقراط. هذا باش نحكيوا عليه في قراءتنا السياسيه. ايضا باش نرجعوا على عرض احزام اولى العروض في كارير يعني ارتيست فنانة شابة تونسية في قاعة الجهات نهار 10، اكيد باش نرجعوا له العرض هذا نحكيوا عليه. عرض شيماء عوني باش نحكيوا معها بعد شوية في 9:30، بالاضافة الى فقرتنا اليومية اللي هي الريفيو دو بريس، نرجع فيها على اخر المستجدات واخر اهم العناوين اللي تصدر في الصحف الصادرة اليومية. ولكن قبل هذا كليك هات نتهنيو على طقسنا متاع اليوم. ما زالت السحب ان شاء الله تخيم او تغيم على بلادنا، ان شاء الله يا ربي يرحمنا. سحب عابره باغلب الجهات، باش تكون احيانا كثيفه باقصى الجنوب مع بعض الامطار، باش تشمل اخر النهار مناطق الشمال ومحليا جهه الساحل. الريح مش تهب من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون مضطرب ثم شديد الاضطراب خلال الليل. الحرارة القصوى مش تتراوح او تشهد ارتفاع طفيف من 27 ل 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، وبين 34 و 37 درجة ببقية الجهات. هذا طقسنا لليوم. هذا طقسنا لليوم وهذه كابوتشينو بتاعنا لليوم الخميس 12 سبتمبر 2024. خليكم معنا في الاستماع حتى للعشرة، احنا فصل قصير ونبداو اولى الفقرات.